أعلنت الخارجية العراقية عن عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم، وذكرت الوزارة أنه إثر ما حدث في مملكة السويد والتلهف في الدنمارك من ازدراء المقدسات واستفزاز مشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم، فإنه سيتم عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث ومناقشة أهم الإجراءات والمواقف الجماعية للدول الأعضاء بهذا الشأن.